السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طيب يا شباب، فكرة فيديو اليوم أعتقد شوي غبية، بس بدي أحكي عن هذا الموضوع لأني صار أكثر من 4 5 مرات بدخل جيم سيرش وبطلع لي اسم نوفا، بس المزيف، ما هو صاحبنا نوفا الأساسي. مرة كنت داخل جيم تمام، بطلع لي واحد اسمه نوفا سان واي تي، بس في فرق نقطة أو شخطة، يعني هيك حرف صغير ما عاد أتذكر منيح. فانا جهزت حالي على 24، قلت خلاص تمام عم نلعب ضد نوفا، بدي اصور الجيم واظبطه. فبجي بعدين عند المونتاج ببين معي انه هذا نوفا المزيف، مو نوفا صاحبنا. فبوقت عن جد انزعجت كثير، وهي القصه صارت تكررت معي كثير. فخلص بدي احكي هيك، انزل فيديو حتى لو مو نوفا الاساسي. وتحياتي لك يا نوفا اذا ظهر لكم، اذا ظهر لك الفيديو. وبس يا شباب، اترككم على الجيم بلاي، مشاهده ممتعه. بروكولاك يا عمري. ها نوفا، هذا نوفا المزيف. تعمل ايه؟ مش محترم يا عمري. اوه هيد شوت الأربعة. وينك يا نوفا؟ لا يا نوفا، هي والله حاسس نوفا يا اخي. حامل ايه؟ مش محترم. يا خرا شنو هذا؟ يا نوفا، هاي ما من اساليبك يا نوفا. اقتلوا يا اخي. والله يا نوفا ما عم تموت، عم تقاوم يا نوفا. والله ما عم يموت يا اخي. اوه اخ، شو صار؟ خلص الوقت، ربحنا. جي جي.